والترمذي في السنن عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله تعالى عنه عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الإخوة في الله، هل سمعتم برجل ملك الدنيا كلها، ملك الدنيا بحذافيرها، رجل ملك أركان النعيم الدنيوي؟ إنه أغنى إنسان في العالم، هذا الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ففي هذا الحديث التذكير بنعم اعتاد على وفرتها أكثر الناس، تذكير بنعم اعتاد على وفرتها أكثر الناس حتى أصبحوا لا يكادون يشعرون بقيمتها. وهذه النعم التي تضمنها هذا الحديث هي أصول النعم التي لا يمكن أن يهنأ عيش الإنسان إلا بها. سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله بن عمرو: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. ولذلك قال بعض الحكماء لما سئل ما النعيم؟ قال: الغنى. لما سئل بعض الحكماء عن النعيم ما هو؟ قال: الغنى. فإني رأيت الفقير لا عيش له. قال: زدنا. قال: الأمن. فإني رأيت الخائف لا عيش له، يعني حتى لو كان غنيا. قال: زدنا. قال: العافية. فإني رأيت المريض لا عيش له، أي حتى لو كان آمنا. فنعم الله علينا أيها الإخوة كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة ونعم باطنة لا نلقي لها بالا، لا نلقي لها بالا. فأول أركان النعيم الدنيوي نعمة الأمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعمة الأمن، نعمة الأمن في النفس، ونعمة الأمن في الأهل وفي المال وفي الوطن. فإذا عم الأمن البلاد، إذا عم الأمن البلاد وألقى بظله على الناس، أمن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومحارمهم. ولو كتب الله الأمن على أهل بلد من البلدان سار الناس ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله جل وعلا. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أصبح منكم آمنا، بدأ بالأمن، آمنا في سربه، والمعنى آمنا في نفسه وآمنا في أهله وآمنا في عياله وفي عرضه وفي مسكنه وفي طريقه وفي بلاده. والأمن نعمة عظيمة أيها الإخوة لا يشعر بقيمتها كثير من الناس. هذه النعمة نعمة الأمن لا يشعر بقيمتها كثير من الناس. لذلك أود أن أبرز بعضا من أهميتها من الجهة الشرعية ثم من الجهة الواقعية الملموسة حتى نشعر بقدر هذه النعمة. أولا من الجهة الشرعية، فقد امتن الله جل وعلا على رسوله وأصحابه ومعنا ونحن أيضا بنعمة الأمن في كتابه، والأمة تبع لهم، تبع للنبي صلى الله عليه وسلم وتبع لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فتأمل كيف قدم الله عز وجل في الامتنان في ذكر المأوى الذي هو محل الأمن قبل رزق الطيبات لتعلم قدر هذه النعمة. وامتن الله عز وجل على أهل مكة الذين تعللوا لكفرهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم
أنهم يخافون أن يتخطفهم الناس، فبين الله كذبهم، لأنه سبحانه ضمن لهم أمن بلادهم، وبسبب هذا الأمن الذي ضمنه لمكة صارت تجبى إليها الثمرات من كل مكان، مع أنه بلد قليل الزرع. فقال جل وعلا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرمنا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ولما دعا إبراهيم عليه السلام لما دعا لمكة بدأ أولاً بالأمن ثم بالرزق الذي هو الطعام والشراب، مع شدة حاجة مكة في ذلك الوقت للطعام والشراب. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ بالأمن لأنه لا يطيب طعام ولا شراب إذا فقد الأمن. أما من جهة الواقع فالأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام والإيمان، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها، لا يشعر بنعمة الأمن إلا من فقد هذه النعمة، كالذين يعيشون في البلدان التي يختل فيها النظام والأمن، أو الذين عاصروا الحروب الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل، فهم ينامون على أزيز الطائرات وأصوات المدافع، ويضع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر الموت في أي لحظة، لا يأمن على نفسه في دينه ولا في الشارع ولا في بيته ولا في الشارع ولا في العمل، ولا يأمن على أهله ولا على أولاده. فالأمن نعمة عظيمة، وتحقيق الأمن له أسباب، تحقيق الأمن له أسباب، وأعظم هذه الأسباب الإيمان بالله جل وعلا. أعظم الأسباب التي تحقق الأمن الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يشركوا بالله أولئك لهم الأمن. ووعد الله المؤمنين من أمن إن حققوا التوحيد وأخلصوا الإيمان وعملوا الصالحات. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأعظم ما يزيل الأمن وينزل النقم كفران النعم، كفران النعم، الذي لا يشكر نعم الله ويكفر نعم الله، بعد ذلك تنزل النقم ويزيل الأمن. لقد أنعم الله على كثير من الأمم، أنعم الله على كثير من الأمم، لكنهم لما كفروا بنعمة الله وأعرضوا عن شرع الله عاقبهم الله جل وعلا فبدل أمنهم خوفا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فدوام النعم وشكرها مقترنان، دوام النعم وشكر النعم مقترنان، فكفر النعم يعرضها للزوال، كفر النعم يعرضها للزوال، وشكر النعم يطيل أمد البقاء. والذنوب مزيلة للنعم، الذنوب مزيلة للنعم، وبها تحل النقم. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فأول أركان النعيم الدنيوي نعمة الأمن، وثانيها نعمة العافية. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. العافية هي جميع ما يدفعه الله جل وعلا عن العبد من البلايا، جميع ما يدفعه الله جل وعلا عن العبد من البلايا كائنة ما كانت، هذه هي العافية. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية.
لم تؤتوا شيئا بعد لا إله إلا الله، بعد كلمة الإخلاص، من العافية أو مثل العافية، فاسألوا الله العافية. وفي لفظ: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية، سل الله العافية، اطلب العافية من الله جل وعلا. يقول: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال لي العباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، قال العباس فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الشوكاني: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه من دون الكلم، وليؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصرت له الحكم، فإن من أعطي العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبا وقالبا ودينا ودنيا، ووقي ما يخافه في الدارين علما ويقينا. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في كل صباح ومساء العافية في دينه ودنياه ونفسه وأهله وماله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. فقد صح في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وعلمنا صلى الله عليه وسلم كذلك إذا استيقظنا من نومنا أول ما نتكلم بحمد الله على نعمة العافية، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فاللهم يا رب ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. استغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، الركن الثالث من أركان النعيم الدنيوي نعمة القوت. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوت اليوم الواحد، قوت يومه، وليس قوت الشهر ولا قوت السنة. قوت اليوم الواحد، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوت اليوم من أصول النعم، وذلك لأمور منها: أولاً، أنه ليس للإنسان من ماله إلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا أولاً. ثانياً، كم من إنسان لا يجد قوت يومه، كم من إنسان لا يجد قوت يومه، وحال إخواننا في الصومال وفي إفريقيا خير شاهد. لذلك ينبغي لنا أن ننظر دائماً إلى من هو أسفل منا،
أن ننظر دائماً إلى من هو أسفل منا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستعين بالله من الفقر، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فيا من ترفل في نعم، يا من ترفل في نعم الله جل وعلا، اسمع إلى حال سيد البشر صلى الله عليه وسلم لتشكر ربك وتعتبر. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أخي، والله يا ابن أختي، إن كنا لننتظر أو لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار شهرين، ولم توقد النار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: قلت يا عائشة يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، قالت: الأسودان التمر والماء. وذكر عمر رضي الله تعالى عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يظل يلتوي أي من شدة الجوع ما يجد دقلا، والدقل هو ذلك التمر الرديء، ما يجد دقلا يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، إني مجهود أي لي حاجة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه ربما يجد عندهم شيء، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. يعني الزوجة الأولى التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندها في بيتها شيء إلا الماء، ثم أرسل إلى الأخرى عليه الصلاة والسلام فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن، كل النساء قلنا: ما عندنا في بيتنا إلا الماء يا رسول الله، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، انطلق به إلى داره، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ سأل زوجته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت الصبيان، ما هنا إلا ما يأكل الصبيان. قال: لا، إلا قوت صبياني. فقال الرجل: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا هوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف ولم يأكل معه شيئا. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عجب الله من صنيعكما، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فهكذا أيها الإخوة كان عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حامداً شاكراً لرب العالمين. ومما تقدم يتبين أن من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث: الأمن والعافية وقوت اليوم، فكأنما ملك الدنيا. من اجتمعت عنده هذه الخصال، خصلة الأمن، خصلة العافية، ونعمة قوت اليوم، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها، كأنما ملك الدنيا كلها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة يا رب العالمين، وارزقنا الشكر على النعم، وارزقنا الشكر على النعم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اجعل رايتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا معهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.